بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. ومن على هذا الموقع موقع جريدة كلوزر كما نلاحظ عندنا هذا الخبر ربما تكون منه بعض العبرة. إيمانويل ماكرون سوجيست فور بور لي كونجوان اي كونجوانت دو سي مينيستر. إيمانويل ماكرون إذا نتكلم عن رئيس فرنسا سوجيست فور، إذا نتكلم عن هذه الإشارة القوية بور لي كونجوان. لي كونجوان كانوا يتكلم عن الرفاق أو الأشخاص الذين يرافقونه اي كونجوانت، ونتكلم ايضا عن السيدات اللواتي يرافقنه دو سي مينيستر من وزرائه. اذا نتكلم عن رفقائه ورفيقاته من وزرائه. طبعا هنا الرئيس الفرنسي يعطي اشاره قويه لهؤلاء الاشخاص الذين هم معه ليكونوا قدوه بمعنى اخر. اذا نتكلم هنا عن اشاره قويه لهؤلاء الذين هم معه. كما نلاحظون إيمانويل ماكرون دي فاكونس 100% تريكولور، إذا نتكلم عن عطلة 100% ثلاثية اللون، 100% ثلاثية اللون. طبعا كما تلاحظوا بأن العالم الفرنسي أنه يتكون من ثلاثة ألوان. عندما نتكلم عن دي فاكونس 100% تريكولور المقصود بها عطلة، هنا طبعا نقول عطل، المقصود بها هنا عطلة 100% فرنسية. سنعرف معنى هذا الكلام. انفيتي اليزي لولاندي 19 جويه، لولاندي 19 جويه مدعوين. انفيتي كما نقول هنا ايل سون انفيتي، اذا هم مدعوون اليزي الى قصر اليزي لولاندي 19 جويه يوم الاثنين 19 من شهر 7. ايمانويل ماكرون ا كونفيي سي مينيستر، ايمانويل ماكرون ا كونفيي سي مينيستر et leur conjoint ou bien et leur conjointe في حالة إذا تكلم عن الذكور أو الإناث afin de les remercier en des gestes pour marquer le début des vacances. Le début des vacances. Emmanuel Macron a convié ses ministres et leur conjoint ou bien leur conjointe حسب الذكور أو الإناث afin de les remercier en des gestes pour marquer le début des vacances. En des gestes pour marquer le début des vacances. Emmanuel Macron a convié Emmanuel Macron أنه دعا استدعى سي مينيستر، استدعى وزراءه إي لو كونجوانت، إي لو كونجوانت، ثم كما نقول رفيقاتهم أو رفقائهم أو رفقائهم. طبعا نتكلم في هذه الحالة عن الأزواج، نتكلم في هذه الحالة على الأزواج، يا إما يأتي الوزراء ومعهم زوجاتهم أو تأتي الوزيرات ومعهن أزواجهم. هذا كشاش عندنا واحد أهنا. في حالة إذا تكلمنا على الزوجات إذا نتكلم عن كونجوانت، كونجوانت، وفي حالة إذا تكلمنا عن الأزواج طبعا نحذف هاد أ. إذا إيمانويل ماكرون ا كونفيي سي مينيستر، إذا نتكلم عن الرئيس الفرنسي أنه استدعى وزراءه إي لو كونجوانت. إذا في حالة إذا تكلمنا عن الوزراء إي لو كونجوانت، ثم زوجاتهم كما عندنا هنا ورفيقاتهم أفان دو لو ميرسي، أفان de les remercier من أجل شكرهم، من أجل شكرهم. un beau geste، إذا نتكلم عن إشارة جيدة pour marquer le début des vacances، من أجل طبعي بداية عطلة، من أجل طبعي بداية عطلة. كما نتكلم عن مؤشر جيد لبداية عطلة جيدة. إذا pour le ministre aussi l'heure des vacances a sonné pour les ministres. إذا من أجل الوزراء aussi أيضا l'heure des vacances a sonné، هم أيضا لهم عطلتهم التي بدأت. عندنا هنا a sonné كما نقول أن أعلنت ذلك بصوت، نتكلم عن دخول المدرسة عندما نسمع صوت الجرس. إذا كأن هناك إعطاء صوت الجرس لهذه العطلة. إذا نتكلم عن l'heure، إذا نتكلم عن ساعة des vacances، l'heure des vacances، إذا نتكلم عن ساعة العطلة، هنا عندنا ساعة العطل. طبعا في اللغة الفرنسية كلمة فاكونس تأتي جمعا أسوني، إذا نتكلم عن الساعة أسوني كما نقول أنها أسمع لها صوت، كما نتكلم عن صوت الجرس. كيلكو جو دو روبو، إذا بعض الأيام من الراحة بيان ميغيتي أبخي إن أني كومبليكي لي نوطامون على كخيز سانيتير. إذا أبخي إن أني، أبخي إن أني كومبليكي لي نوطامون à la crise sanitaire. Quelques jours de repos bien mérités
après une année compliquée liée notamment à la crise sanitaire. Et dans quelques jours de repos, إذا نتكلم عن بضع أيام من الراحة بيان ميغيتي أن مستحقة بشكل جيد. طبعا لو فار ميغيتي المقصود به استحق. إذا نتكلم هنا عن كيلكو جور بعض الأيام دو غوبو من الراحة هي اللي تنقولوا عليها بأنها ميغيتي أنها مستحقة. أما في حالة المعنى العادي لفعل ميغيتي يعني المقصود به استحق نقول مثلا ستلاف ميغيت سوبخي إذا هذا التلميذ يستحق هذه الجائزة. إذا نتكلم عن لو فار ميغيتي يعني فعل استحق لكن في حالتنا هنا كما نتكلم عن المبني للمجهول إذا نقول عن هذه العطل بأنها مستحقة كيلكو جو دو روبو بيان ميريتي إذا بعض الأيام أنها مستحقة أبخي أون أني كومبليكي بعد سنتين معقدة أبخي أون أني كومبليكي بعد سنتين معقدة لي إذا نتكلم هنا عن لو فيرب لي فعل رباطة لكن في نفس الوقت نتكلم عن السنة بأنها لي أنها مرتبطة نوطامو على كريس سانيتير مرتبطة خاصة بالأزمة الصحية طبعا التي نعرف مي افون دو بوزي سا فاليز دون زان موتيل ولكن قبل أن تضع حقيبتك في فندق مي افون دو بوزي سا فاليز دون زان موتيل ولكن قبل أن تضع حقيبتك في فندق أوبيا دون فيلي سون مايو دو بان أو أن تضع نفسك في قميص للسباحة لو بريزيدون دو لا ريبوبليك لو بريزيدون دو لا ريبوبليك رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون سويت دير أنه يتمنى أن يقول أن بتيمو يريد أن يقول كلمة قصيرة أسي مينيستر لوزرائه أفون دو بارتيغ سو لو سولاي قبل أن يذهبوا تحت الشمس المقصود هنا أنه يريد أن يقول لهم كلمة قبل الذهاب إلى عطلتهم غالبا في العطلة أن الناس يتواجدون تحت الشمس اي اتنسيون إذا الكلمة هي هذه اي اتنسيون اي اتنسيون كما نقول حذاري لو مو دوغدر ست أني لو مو دوغدر ست أني إذا كلمة الأمر هذه السنة سي لي فاكونس أون فرانس سي لي فاكونس أون فرانس هي العطل في فرنسا ليس هناك وزير يقضي عطلته خارج فرنسا من أجل ماذا؟ من أجل دعم اقتصادها pour soutenir l'économie du pays من أجل دعم اقتصاد البلد le chef d'état va donc convier tous ses ministres رئيس الدولة va donc convier طبعا عندنا هنا va convier هذا va طبعا تنعرف بأنه هو لو فيرب الي تنقولو جو في تو فا إل فا كما عندنا هنا ولكن المقصود بها هنا كما تنعرف بأن لو فيرب الي يأتي أيضا كمساعد من أجل تصريف فعل آخر للدلالة على أن هذا الفعل سيحدث قريبا وقد ذكرنا هذا فيما سبق نسمي هذه الصيغة لو فيتور بروش لو فيتور بروش إذا نتكلم عن المستقبل القريب إذا عندنا هنا va convier يعني هو سيدعو le chef d'état va donc convier إذن رئيس الدولة سيدعو إذن tous ses ministres كل وزرائه en visio conférence يعني كما نتكلم عن conférence يعني مؤتمر visio يعني مرئي يعني نتكلم عن مؤتمر عن بعد afin de leur donner les dernières directives لكي يعطيهم آخر التوجيهات إذن طبعا هم سيبقون مرتبطين عبر مؤتمرات عن بعد ليعطيهم الرئيس آخر التوجيهات في حالة إذا كانت هناك توجيهات كما نلاحظ هذه فرنسا بحجمها أنها تدعو وزراءها في شخص رئيسها إلى أن يدعم اقتصاد البلد أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.